السلام عليكم، عم مختار، ان شاء الله تكون بخير. هذه الميغان اللي قلت لك فيها تقربيع في الديريكسيون اللي كي خذيتها فيها تقربيع، ما بدلت لي توك لي دو توك، بدلتهم بالليرة المو وكل شيء، تنحن تقربيع صفاب بعد مدة تمشي مريقلة. ثم تقربيع كي ندور الفولون على الاخر، يتسكر الفولون على الاخر، وقتها في اخر لحظة يعني تعمل تقربيع وقوية، هي خاصة في الخرجة معناها في الشيلة اليمين، الأكثرية هي في الشيلة اليمين، يعني تصير تدور الفولون على اليمين الكل، حتى على اليسار ساعات زادة تصير تقربيعة هذي. باش نحاول معناها بالكونتاكت، ندور بالكونتاكت كهو، ونزيد ندور والكهرباء تخدم، ونحاول نطلع شنو هي الأشكال بالضبط. باهي يا مختار، هذا هو الحس، معناه الصوت اللي كلمتك عليه، ما نعرفش شنو حصيله، هبلني الحس هذايا، ما عرفتش شنو بالضبط. ويرحم والديك ويعطيك الصحة على الإفادة اللي توفر فيها العباد بالحق، معناها يعطيك الصحة كاو معناها شو اللي نعرفه، شنو هو السبب متاع الحس هذا هي.